اسمي جمال محمد، وانا اسمي ده بيعمل قلق كده شوية، لان انا اسمي جمال محمد، شهرتي هاني عيد، ودلوقتي هاني ياوت، ففي تسلسل كده في الاسامي، ودوت مبدأ مش عادي في فن الخليل يعني، او اي صنعة، ان انت ما بيبقى مع حد بتتسمى باسمك. وعندنا ناس مشاهير او مسلمين بيتسموا على اسامي ناس مسيحيين عادي، ايمن جورج، قدس، اسامي كتير قوي. ف هنتكلم النهارده على مهنه شبه انقرضت، مش من مصر بس، مش من العالم كله، بتعدد قليل قوي، وهي اسمها مهنه الشفتيشي. ومعنى كلمه شفتيشي اللي هو يشف ما وراءه، يعني لما هنيجي نمسك اي قطعه شفتيشي هتبين اللي في ظهرها، مش مصمطه، مش مقفله على بعض. الصنعه دي كلها يدوي، ما فيهاش مكان تقيل ولا حاجات زي كده، وكل اللي بنحتاجه ان هو اذا كان سبك او حته جلف، والسحب بعد كده، وكل المراحل بتاعتها يدوي، يعني ما فيهاش اي مكان ولا اي معدات قويه. المهنه دي احنا عندنا الصياغه في مصر الصياغة عامة معروفة من أيام الفراعنة، إن إحنا مصر أساسا، مصر القديمة، الفراعنة كانوا هم تجار الذهب، وهم الصناعية الممتازين في كل حاجة. ولما نزلوا اليهود وعاشوا في مصر وكانوا اتعلموا المهن ديت، عملوا بيها وعندهم مهارات كبيرة، وبدأوا ينموها ويشتغلوا. الشفتيشي من عصر قديم جدا، مش حاجه مثلا بتتكلم من 200 300 سنه، لا هي معديه اكتر من كده. هي تطورت عن طريق فكر الفراعنه. الفراعنه كان كل شغلهم دقيق جدا، وبيعتمد على الاسلاك الرفيعه الصعبه، وكانوا بيعملوا حاجات باحجام كبيره، وده كنت الواحد بيستغرب له سبحان الله، يعني كان مش عارف ازاي قدروا يعملوا الاحجام الكبيره ديت. فحتى يعني كان من ضمن الايات القرانيه ان عملوا جسد الله قوار، يعني اليهود لما مشوا عملوا حاجه زي كده عجل، فده كانت حاجه صعبه جدا، يعني تقنيه غريبه ما تعرفش تعملها ازاي. اتاخدت الفكره منها واتطورت، وكان اليهود هم اكثر ناس بيهتموا بيها، وهي منتشره بالذات في الفتره اللي كانت كتيره كده من التمرينات او نص السبعينات كده، كان الشفتيشي منتشر جدا في العراق وفي ليبيا، وكانوا بياخدوا الصناعيه المصريين، لان الصناعيه المصريه كانت بتنتج اكتر واسرع شويه غير بقيه الدول العربيه. فهي فكره منتقاه من شغل الفراعنه، بس مش هم اللي عاملينها. يعني لما هنيجي نمسك تاريخها ايه بالظبط، او مين اللي انشاها، هي فيها صعوبه. بس كل اللي انا اعرفه كان كلام اجدادي والناس اللي انا اتعاملت معاهم، ان اليهود لما كانوا هنا كانوا شغالين فيها شغل كتير جدا، وكان عندهم صناعات كتير، وكانوا عاملين مصانع، وكان المصانع بتاعتهم يعني في مثلا شركه سجال ديت كانت في خانه الطائيه دي، كان كلهم يهود، بس كان الصناعيه اللي فيها مصريين، وكان عاملين نظام تخصصات، يعني اللي بيفصل اللي هو بيعمل الشكل دوت بالتفصيل، تعريق، كل مجموعه عاملينها كده لوحدها، فكانت تلاقي المصنع كله محتاج لبعض. هي المهنه دي فكرتها فن وصبر جامد جدا، بدليل ان احنا بنمسك الحشو اللي جوه دوت، الحشو اللي جوه ده عباره عن سلك معدل 30% 25% حسب قدره الصنايع، وبتوصل ل 35 و40 حسب قدره الصنايع يقدر يشتغل في انهي ملي بالظبط، وايه الاحجام اللي يقدر يدخل فيها الكلام ده. بنيجي عندك سلك الشعر دوت، بنجيبه بنروح جادلينه، واخد بالك؟ بعد ما بنجدله بنروح مبططينه على الايه؟ على الجلف، بيديني شكل معين اللي هو السلك كده. السلك ده بيجي لي عباره عن خيوط طويله، وببدا انا اشكل
اشكال بقى كتيره جدا عندنا، في حاجه اسمها عين وقنطره، عين وديل، عين وقنطرتين، حشو، لوز، لوزه مالتي، لوزه كمثرى، ليها مسميات على اساس ان انا لو بشتغل ومعايا صنايعي احنا كان زمان طبعا بنبقى عدد، فمش هنقعد اقول له انا عايز لوز، يقول لي لوز ايه؟ مش هطلع له حته اقول له انا عايز دي، لا انا عايز لوز مالتي، فبيروح لافف لان هو بيبقى قدامه المقاس وبيلف الحشو مثلا. فاحنا كان كده زمان، كان تبص تلاقي الصنايعي الكبير قوي بيلف الحشو مثلا، والصبيان او الصنايعي الموجوده بتملى الفراغات بتاعت الشفت، واحنا بنسميها الحشو. فبقى عندنا مسميات بقى كذا حاجه للحشو وكذا حاجه، يعني مثلا السلك المرنه دي بنقول عليه جدارات. الاشكال بالسلوك جوه الشكل نفسه بنسميه تعريق، عرق للشكل ده يعني الملغولي بالسلك. بعد كده مرحله التحشيه، بص التقنيه دي فيها كل حاجه، التقنيه دي قبطي اسلامي، كل ما هتتخيله فرعوني موجود، احنا بنعمل شغل كتير فرعوني في الشفتيشه. التقنيه دي بتعمل فضه بس ولا ممكن تعمل نحاس وذهب؟ نحاس، فضه، ذهب. بس انت شغال فضه بس ولا بتعملها نحاس؟ بعمل نحاس، انا عامل شغل نحاس كتير يعني. تكلفتها قد ايه بقى يعني؟ لو الفضه، لو الفضه تكلفتها قد ايه؟ ما بتتحسبش كده، اصل انا بترجع لشغلي يعني، هل هعمل ايه؟ يعني ايه اللي انا هعمله؟ لا، هل هي جرامها زي جرام الفضه السعر العادي ولا بتبقى اغلى شويه؟ لا قريب من سعر، بالعكس ده هي اتظلمت كتير جدا يعني. الشفتيش ده صنعه اتظلمت في مصر كتير جدا جدا جدا. احنا جه علينا اوقات كان الاسعار والتجار بيعاملوا الشفتيش زي الفرعوني اللي هو استنباط او شغل سبك. ودي كانت من ضمن الحاجات او السبب الرئيسي ان ثلاث ارباع الناس هربت من صنعه الشفتيش، لان انا لما بقعد اشقى وبالتقنيه والدقه الرهيبه دي كلها، فممكن انا وثلاث اربع تنفار نعمل كيلو في اسبوع. ففي حال ان ممكن بتاع الفرعوني بالاستنباط بيدق كيلو في اليوم، يعني ممكن انا عن نفسي اشطب كيلو في اليوم، ايه المشكله؟ لان مثلا مفتاح النيل عندي على اسطمبه بالمضغ بتاعه وليه قطاعه، يعني انا هظبط هجلخ في ساعتين، اروح ادق اربع ساعات قد ست ساعات خلاص. هيجي كل اللي عليا ان انا هخرم مطرح المفينة، اعمل له خطه تخريم كمان المطرح بتاع المفتاح النيل، كل اللي عليا ان انا هركب زرده، واذا كنت هصنفر لو انا مثلا بشطب شغل نظيف هبرد برد كده اللي هو شغل لوكس ده، انما ثلاث ارباع السوق لا، كنت حتى مفتاح النيل هتلاقيها في الجناب في مطرح. في الدهب هي موجوده في الدهب برضه؟ موجوده طبعا، شفتش في الدهب كتير، انا اشتغلت بس مش موجوده شبه الشركات بتاعي. الشركات ما فيش الا شركه نفر بايت.